قصة أمك منك ليه إني شغال مع السيسي ومخابراته. لكن أنا بسأل سؤال يا أولاد المتناكة يا خوالات، إيه هي مصلحة إن أنت تشبط في بهجة صابر دلوقتي عشان تطلع قصة أم بهجة صابر وتكشف بهجة صابر في وقت الأصل الكل المفروض يخربش وينهش في عبد الفتاح السيسي ونظامه، ولو حتى ما يعني لو حتى ما خربشش في قصوم السيسي ودولته، اسكت يا قصومك، حط لسان دين امك في بقك واخرس يا ابن المتناكه لغايه الموجه ما تشوفها توصل ايه مع السيسي، وبعد كده اطلع دين، طلع دين ام بهجت صابر، نيك دين ام بهجت صابر، بعبص ام بهجت صابر، اعمل اللي انت عاوز تعمله يا قصومك. انما في عز الوقت ده الاقي ثلاث غرب بيقولوا قصوم بقى ليه يا اولاد المتناكه؟ طب ما تخلصوا من دين ام السيسي دلوقتي يا عم، يومين ثلاثه ابقى افتح غرف كل يوم يا عم غني ظلموه بالكمان، قصوم بهجت صابر، بهجت صابر عميل، بهجت صابر مخابرات، يا اولاد المتناكه يا حمير، يلا غني معايا، قصوم بهجت صابر، قصوم ام العميل، قصم بهجة صابر مخابرات يا حمير، وغنيها واغنيها معاك للربابة يا ابن المرة المتناكة انت وهو